نرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. يمكن كتير من حضراتكم أو تابعنا امبارح افتتاح معرض إيدكس للصناعات السلاح، الصناعات الثقيلة، التسليح. حقيقة المعرض ده مميز جدا، هي مصر هي اللي بتنظمه، معرض إيدكس 2023 مصر هي اللي بتنظمه مرة كل سنتين. في ناس مثلا ممكن تسأل إيه فايدة أو قيمة المعرض ده، وليه مصر بالذات هي اللي حريصة إنها تعمل المعرض ده. الحقيقة إحنا المعرض ده يعتبر هو الوحيد على مستوى القارة الأفريقية المتخصص في مجالات الدفاع والتسليح، ده المعرض الوحيد. مصر نفسها أو بتحاول دلوقتي جاهدة أنها تدخل بشكل كبير جدا للعالمية ولا الإقليمية في صناعة الأسلحة، وإحنا شايفين مجهود كبير جدا. القوات المسلحة مصنع قادر، يمكن امبارح من الحاجات اللي تفقدها الرئيس في أثناء جولته اللي هي الطيارة بدون طيار، الطيارة اللي بدون طيار. النوع ده من الطيارات مهم جدا ان مصر هي اللي تصنعه في مصنع تابع للقوات المسلحة، دي حاجة كبيرة جدا جدا. في كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة بتبقى موجودة في المعرض ده، زي ما حضراتكم تابعتوا وشايفين معانا دلوقتي على الشاشة، ده جزء من افتتاح المعرض. طبعا حاجة عظيمة جدا انت تكون بتصنع السلاح، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ويمكن متابع انا معرض ايدكس سنه من بعد سنه، تشوف قد ايه الصناعه المصريه في مجال التسليح حاجه جميله وحاجه يعني تدعو للفخر، ان انت جيشك بينتج جزء من السلاح اللي عنده، ودي حاجه كبيره جدا ويعني وحاجه عظيمه جدا، بتدي امان وبتدي قوه وبتدي حاجات كتيره جدا. عشان كده كمان الجيش المصري لما بيتم تصنيفه عالميا بيتم تصنيفه من العشرة الاوائل عالميا، دي حاجه على فكره عظيمه جدا 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 يعني، وحاجه كبيره كلنا نفتخر بيها ان احنا عندنا جيش قوي قادر يحارب وقادر كمان يصنع سلاح. كمان على هامش المؤتمر وخلال المؤتمر، وزير الدفاع المصري قال ان قضية فلسطين تواجه منحنى شديد الخطورة. طبعا يعني اتكلم وزير الدفاع عن ان القضية الفلسطينية كان يعني لابد ان هي تمشي بمنحنى افضل من كده، او ان هي تمشي في اطار افضل من كده، لكن المنحنى بقى شديد الخطوره. وحضراتكم بقيتوا عارفين اكتر مننا واكتر من اي حد من الباحثين والعارفين، ان انت كل ما الحرب دي بتشتد وكل ما الحرب دي بتطول، كل ما انت يعني حدودك ليست في امان وحدودك في خطر، وانت على هبه الاستعداد طول الوقت. طبعا نحن نثق طول الوقت في جيشنا وفي بلدنا وفي قيادتنا في التعامل مع العدو بأي شكل من الأشكال، أو إذا كان هناك عداء ضد بلدي بأي شكل من الأشكال. لكن عايز أقول أن سيادة الوزير كان بيتكلم على فكرة أن الخطورة، وخطورة بس مش على مصر بس، هي الحقيقة خطورة على الشرق الأوسط كله. كمان حتى الأمم المتحدة كانت بتتكلم على بتقول بتجدد مطالبها بوقف الحرب على غزة. الحقيقة العالم كله بيتكلم عن ضرورة وقف الحرب على غزة، ضرورة وقف هذه الحرب، وضرورة اللجوء للحل السياسي بديلا للحروب، لأن الحروب بيضيع فيها كتير جدا من الأبرياء المدنيين، الأطفال والنساء والشيوخ. معانا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في القضية الفلسطينية. أستاذ أشرف أهلا بحضرتك. أهلاً وسهلاً، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أستاذ أشرف، يعني وزير الدفاع بالأمس في معرض إيدكس قال إن القضية الفلسطينية بتواجه منحنى شديد الخطورة. رأي حضرتك في هذا الكلام أو تفسير لحضرتك لهذا التصريح اللي قاله إمبارح السيد وزير الدفاع؟ يعني أولاً نحن نعلم في مصر أن وزير الدفاع لا يتحدث أبدا في السياسة، وهو دائما يعني مكتفي بعمله كوزير دفاع في المسائل الخاصة بالدفاع فقط، في المسائل العسكرية، في التدريبات، في الاستعدادات،
في المناورات، لكن عندما يتحدث في السياسة ويقول تصريح بمثل هذه الخطورة معناه أن مصر كلها يعني تراقب ما يحدث، ومصر كلها مستعدة للتداعيات، ومصر كلها تعتقد أن هناك خطورة كبيرة جدا. ويعني هي أيضا رسالة لكل الأطراف أنه عليكم الابتعاد عن الحدود المصرية، عليكم عدم محاولة استفزاز مصر بأي شكل كان، لأن مصر يعني للأسف الشديد في موقف صعب جدا إذا ما كان هناك محاولة يعني تم تنفيذها أو هناك يعني على وشك تنفيذ لإجبار الفلسطينيين على دخول الأراضي المصرية أستاذ عشرة. أما مصر هذا الصراع فمصر جاهزة، وسبق أن الرئيس السيسي نفسه يعني شارك في تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة، وهذه كلها رسائل بأن تستفز مصر وأنه لابد من وقف المقتل. بالتأكيد، وشفنا الرئيس السيسي وهو يضع الخطوط الحمراء وبيقول أن ده خط أحمر، موضوع تهجير الفلسطينيين. وأنا كمان حب أسأل حضرتك عن يعني مصر قالت خط أحمر تهجير الفلسطينيين، والولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي اتصل بالرئيس السيسي وقال له طبعا ونحن نتوافق مع القيادة المصرية في هذا الرأي. لكن كل اللي احنا شايفينه ويحدث في غزة هو عملية تهجير فلسطينيين إلى غزة، لأنه النهاردة لازال بيقول للمدنيين الاتجاه جنوبا دي يعني مصر، الاتجاه جنوبا دي يعني مفيش، مش هيبقى في أكل، مش هيبقى في شرب، مش هيبقى في أي أدوات للمعيشة، خاصة أن احنا داخلين على شتاء قارس، ومش هيبقى قدامهم غير الحدود المصرية وفكرة التهجير. فرأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني اعتقد ان الجهود المصريه متواصله للنهار من اجل وقف هذا الهجان، الجهود يعني مستمره من اجل عدم توسيع هذا الصراع. ايضا يعني بالامس كان الكابينت الاسرائيلي مجلس الحرب الاسرائيلي مجتمعا لدراسة الاستجابة للمطالب الأمريكية والخارجية والمصرية بزيادة كميات المساعدات التي تدخل غزة، يبحثون الآن عما يسمى بمناطق آمنة داخل غزة، وبالتالي حتى الآن لم تصل الأمور إلى نقطة الانفجار، لكن في حالة الوصول إلى نقطة الانفجار أو نقطة الاحتكاك بمصر الأمور ستتغير. لكن مصر تراقب الوضع عن كثب وتضغط في الأساس من أجل يعني ألا تصل الأمور إلى نقطة الاصطدام، وهذه النقطة يعني لن تكون في صالح إسرائيل ولن تكون في صالح أحد، وبالتالي نسعى يعني وقف هذا العدوان أولا ولدخول ما يحتاجه الفلسطينيون ثانيا، وأيضا للبحث عن حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية حتى لا يتجدد هذا الصراع. أشكرك جدا أستاذ أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في القضية الفلسطينية، شكرا جدا لحضرتك. نروح لخبر من وزارة التربية والتعليم يهم ناس كتير أو المدرسين اللي برضو لسه محتاجين فرصة كويسة والمهتمين بالعمل في المدارس اليابانية. وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الحاجة لعدد من المدرسين أو لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين اللي بيحملوا مؤهل تربوي، في احتياج لعدد من المتابعين والمدربين لتنفيذ الأنشطة في المدارس اليابانية المصرية اليابانية. عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر في الفترة الأخيرة زاد جدا، والتجربة دي نجحت جدا جدا، تقريبا يمكن وصلت ل 51 مدرسة موجودة في مناطق مختلفة.
في مجموعة من الشروط للمدرسين اللي عاوزين يقدموا في الفرصة دي. الأول بس أقول لكم على التاريخ، وآخر معاد للتقديم 21 ديسمبر، ده آخر معاد للتقديم، بعدها هيبقى في المقابلة الشخصية، تقدروا بقى تسألوا أو تقدموا من خلال الإدارات التعليمية. يعني حضرتك هتشوف المنطقة اللي أنت ساكن فيها مثلا أقرب مدرسة يابانية، لو هي موجودة يبقى الإدارة التعليمية التابعة ليها، هتروح للإدارة دي وهتقدم من خلالها. بعد كده المقابلة هتبقى من يوم 23 لغاية 28 ديسمبر، دي مواعيد المقابلات، وحضرتك هتتبلغ بيها لو أنت كنت مستوفي الشروط. المقابلة هتبقى في المديريات، مديرية التربية والتعليم القريبة أو التابعة ليها المدرسة أو الفرع اللي أنت عايز تشتغل فيه. إيه هي الشروط عشان المدرسين اللي عاوزين يقدموا؟ السن ما يزيدش عن 45 عام في 1 يناير 2024، محل الإقامة يكون بالقرب من نطاق الإدارة التعليمية اللي بها المدرسة مصرية يابانية أو مدارس قائمة، يكون المدرس المرشح حاصل على مؤهل تربوي، يكون المرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن 5 سنين، لازم يكون ليه 5 سنين بيشتغل في التدريس. الأداء بتاعه أو تقدير الأداء، مش بيبقى فيه تقرير كده الأداء المدرسين بيبقى سنوي، لازم يكون ما يقلش عن ممتاز أو كفء للسنوات الثلاثة الأخيرة، آخر 3 سنين لازم يكون التقرير بتاعك ممتاز. صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات، يتمتع المرشح بحسن السيرة وحسن المظهر. دي الشروط، المدرسين اللي بيدوروا على فرصة بتتوفر فيهم الشروط دي تقدروا تروحوا تقدموا. بالتوفيق للجميع. كمان من أخبارنا حالة الطقس وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 23. هو الطقس اليومين دول حلو جدا الصراحة، وشمس في مصر جميلة كده بقى لها يومين، هي لو تفضل كده وفي حاجة بتفضل على الشتاء كده، مفيش حاجة بتفضل على أيوة. لازم هيتغير الجو طبعا ونبتدي بقى ندخل في الأجواء الشتوية بعد كده. الحقيقة يعني أوروبا اليومين دول تلج على الآخر، فاحنا عندنا الشمس الجميلة والمنظر الرائع جدا. تعالوا نشوف مع بعض درجة الحرارة ونرجع تاني. التموين والسكر، السؤال والمشكلة الأهم دلوقتي اللي موجودة على الساحة، الناس مش لاقية سكر، والسعر السكر في السوق السوداء غالي جدا، وحتى الناس اللي بتاخد سكر من التموين وبالبطاقات مش موجود في المجمعات الاستهلاكية. الخبر بيتكلم عن ضخ كمية كبيرة جدا من السكر في السوق، 50,000 طن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيه. التصريح ده جاي منين؟ السيادة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. التصريح ده زي ما بقول لحضراتكم أنا قلت جايبينه منين، ضخ كمية كبيرة، أنا أتمنى أنها تغطي العجز وعطش السوق والمشكلة اللي كلنا فيها دلوقتي، يكون في الحصة التموينية للناس اللي بتاخد التموين، اللي حتى اللي يعني الضخ الكمية دي في المجمعات الاستهلاكية هيخلصنا بقى من اللي بيحصل بره، وكيس السكر اللي بخمسين جنيه يعني حرام. فإحنا يعني ده الخبر لحضراتكم، تقدروا أن أنتوا تروحوا مرة تانية وتالتة وعشرة، بقول أنتوا الترمومتر بتاعنا، أن إحنا بنعرف الأخبار دي منكم، نزلتوا لقيتوا فعلا اشتريتوا كده، موجودة فعلا الكميات دي في المجمعات الاستهلاكية، فتابعوا معانا وربنا يعديها على خير. ممكن أقول على حاجة؟ في موضوع السكر ده، احنا يعني ممكن اللي بيتابعنا كل يوم يشوف قد إيه إحنا قلنا إن مفيش سكر في السوق، وفعلا كان السكر ناقص، يعني إحنا لا بنقول بندعي ولا بنقول، يعني فعلا لما قلنا مفيش سكر كان السكر ناقص، لكن دلوقتي في حاجة تانية بس برضو لازم نقول اللي لينا واللي علينا. في ثقافة منيلة احنا بنشوفها بقالنا فترة، النهارده لما بينزل سكر، وفعلا وزارة التموين ابتدت تضخ كميات كبيرة جدا من السكر خاصة في المجمعات، الناس بتشتري وتخزن. انتوا عارفين لو كل واحد يشتري بما يرضي الله احتياجه مش بيدوم يسحق غير كيسين،
يعني 2 كيلو. ما انا بقول لك ده اللي احنا بنشوفه بيدي 2 كيلو. لا انا بس بقول انه الكميه الاكتر ما بياخدوهاش من المجمعات الاستهلاكيه. انا معاك الثقافه دي موجوده، بس اقصد لما بيعملوا الحركه دي بياخدوها من من بار. لا، وفي ناس بتاخد كميات اكبر، وفي مطاعم وفي حاجات تروح تشتري بتروح تشتري ابو 27 جنيه للمطعم، لانه مش عايز يشتري ابو 50 للمطعم، مع ان هو هتلاقيه بيغلي الحاجه اللي فيها سكر بشكل كبير جدا، على اساس ان سعر السكر مش 50، على اساس سعر السكر 70، بس هو يروح يرازي المواطن في ابو 27. بصوا الحاجات دي كلها معروفه ومظبوطه وكل حاجه. فانا بقول برضو احنا عندنا ثقافه مش لطيفه، ان احنا لما بنلاقي ازمه بيبقى كل واحد عايز يخزن في البيت انا ومن بعد الطوفان. دي نظريه احنا بنمشي فيها في وقت الازمات، حصلت في الرز وحصلت في السكر. واحنا زي ما قلنا كل حاجه على وزاره التموين، وقلنا يا وزير التموين ما فيش سكر وما فيش وما فيش وما فيش، لا احنا بقى لنا يومين ثلاثه اربع ايام في ضخ كميات اكبر من اللي محتاجها السوق، لكن الناس بتاخد وتخزن، واللي بيعرف ليه واسطه جوه، واللي بيعرف ليه حد جوه، واللي بيعرف يجيب بدل ال 2 كيلو يجيب 20 ويجيب 30 ويجيب 50، بيروح يجيبهم ويخزن. مش هقول لك بيبيعه، لكن انت تسال يقول لك بيخزن. مفيش. ويقول لك ما تجيش عشان ما فيش. فانا بس عايز اقول حاجه، هي ثقافه التخزين دي ثقافه سيئه جدا، وانا شايف ان ازمه السكر هتنتهي خلال ربما الاسبوع ده تبقى ازمه السكر انتهت، لان هم بيضخوا كميات اكتر بكتير جدا من حاجه السوق، واكتر بكتير من المعتاد يوميا من السوق، وهتشوفوا ان الازمه دي ناس متخصصه في صناعه الازمه، هم عمالين يقولوا لنا خلاص الوقت بس مش صناعه الازمه، تجاره الازمه. هو التجاره بالازمه. قبل بس ما اختم، المفطوره فانا مش قادره اعدي الخبر ده بس من غير ما اقوله. من كام يوم اتكلمنا على اللي بيحصل في الصين وموضوع الامراض الجهاز التنفسي، ليه زياده قوي والمستشفيات مليانه على اخرها، وخصوصا من الاطفال بموضوع الجهاز التنفسي ده في الصين. فاليومين دول بقى ابتدت الرؤيه تتضح شويه انه في فيروس جديد شبه الكورونا اسمه كده المفطوره الرئويه. للاسف انه الحاله في حاله بلبله وقلق حاصله في الصين دلوقتي. انا ما اعرفش مصدر كل الحاجات الجميله جايه لنا من جميله بس الحالات بقى ابتدت تظهر في اوروبا دلوقتي، ومن هنا بقى يعني يدق ناقوس الخطر. طالما طلعت من الصين ووصلت لاوروبا فربنا يستر علينا، واحنا داخلين خلاص على ايه الموعد الرسمي للحاجات دي. الاعراض بتاعتها، انا بقول الكلام ده عشان اللي يحس باي اعراض بلاش نتهاون مع اي دور بناخده وناخد بس اي مسكنات، لكن فورا اللي يجيله دور يلحق نفسه يروح لدكتور. التهاب الحلق والتعب والارهاق، السعال، الكحه المستمره لو استمرت لاسابيع او لاشهر. في ناس الدور ما بياخدش معاها اسبوع ويخلص، تلاقوا الكحه قاعده بقى اسبوع واثنين وثلاثه ومكمله. ففي الحاله دي لا، كده في حاجه غلط. فالايام الجايه بقى هتورينا وربنا يعديها على خير ايه هي بقى المفطوره الرئويه. هو في بقى لنا فتره كده في ادوار ماشيه في السوق، يعني كذا دور بيجي بياخد الاسره كلها، لكن نشكر ربنا ان كله بيعدي. هو ده مركز بس شويه مع يعني مع الاعمار الصغيره من 14 15 سنه، السن الاصغر من كده يعني في الصين دي اكتر الاعمار اللي لا هنا في مصر مع كله ما بيفرقش. دي بقى هو هنا احنا مترابطين تمام. والصين ايه؟ جميله. الصين حلوه. يلا نطلع فاصل. يلا. طب قبل ما نخرج لفاصل عايز اقول اني النهارده معانا موضوعين، موضوع فيهم وبمناسبة النهاردة ذكرى دكتور ثروت باسيلي، فاحنا عندنا موضوع لطيف جدا عن ثقافة العطاء، ازاي ننمي هذه الثقافة جوه ولادنا، بدل ما العيل هات هات هات، ازاي يكون هو جواه عنده وازع ان هو يدي. ودي حاجة على فكرة مش سهلة، ودي حاجة ولو تعلمون عظيمة، ان هي تدي وتبقى عندك ثقافة العطاء، وان انت تعلم ابنك العطاء، مش كل حاجة هات، مش كل حاجة اي حاجة ربنا بعتها تبقى بتاعتنا لوحدنا، لا ده العطاء ده حاجة جميلة جدا جدا وبتفرح الناس. فهنتكلم النهاردة عن ثقافة العطاء. كمان عندنا النهاردة يعني موضوع انا بشوفه مهم جدا عن الذهب وعن سبائك الذهب، ويعني ايه مكنه اي تي ام تخرج ذهب. وهيشرفنا النهارده طبعا المهندس ايهاب واصف رئيس شعبه صناعه الذهب، وهيبقى اعتقد لقاء مميز وجميل بعد الفاصل.